اليوم إن شاء الله حصتنا عن إيش؟ قاعدة السلسلة. راح نأخذ المهارات الأساسية في قاعدة السلسلة، الفكرة الرئيسية السلسلة. الفكرة الرئيسية إنه تستخدم مع تركيب الاقترانات. قلنا مثلاً إذا كان مثلاً قاف سين يساوي سين تربيع زائد خمسة سين، نفترض هذا اقتران. عند اقتران ثاني اسمه سين يساوي جيب سين، وجيت طلبت منك تطلع لي قاف من بعدها الكل فتحة لسين ايش بيساوي الحل. يعني الفكرة هون ان احنا بنقدر نحل هذا السؤال بعدة طرق. طلع الطريقة الاولى طريقة بتعتمد على معلومات سابقة اخذناها بالعاشر، اللي هي ان اجيب انا قاف من بعدها لسين. إذا متذكر كنا كيف نركب، كنا نقول هيك قاف نفتح قوس ونحط ها سين زي هيك، كويس، نحط ها بدل كل سين في قاف. فبنأخذ شو هي ها سين؟ هي جيب سين. أنا بدل ها سين شو حطيت؟ جيب سين. جيب سين. شو معنى قاف لجيب سين؟ هيك بقرأها، قاف لجيب سين، يعني روح على قاف شيل كل سين حط مكانها جيب، مكان كل سين حط ايش؟ حط جيب. اكتبها، شو بصير عندك؟ بصير جيب تربيع سين زائد خمسة جيب سين، هذا هو صار قاف من بعدها لسين. هسا انا بدي اشتقه، شو بسوي؟ بقول قاف من بعدها فتحة لسين، يعني اشتقها. امبارح حكيناها نزل الأس، اكتب الجيب سين زي ما هي، نزل من أس واحد، يعني اضرب في مشتقة الجيب اللي هو جتا سين زائد خمسة جتا سين. خلص السؤال. يعني شو الطريقة الأولى كانت؟ اني اركب الاقترانين وبس اركبهم اشتقهم. وصلت الرسالة؟ الآن كيف ركبت؟ قلت بجيب قاف لها السين، بعدين ببدل مكان كل سين جيب سين أو اللي هو الاقتران ها، وبعدين بشتق اللي بيطلع. الفكرة الثانية، خليني السؤال قدامي عشان ما أقعدش أتوفي. في له قاعدة زي قانون، شايف لما يعطيك قاف لحال وها لحال بقدر أشتقه على قانون. شو القانون؟ طلع شو بقول القانون. القانون بقول هيك، بقول قاف فتحة لها السين ضرب ها فتحة للسين. هذا القانون اللي بيستخدموه لمين؟ للاشتقاق. كيف يعني؟ ايش اسوي؟ طلع شو بسوي. بروح بكتب قاف سين اللي هو سين زائد خمسة سين، وبكتب ها سين اللي هو جيب سين، بروح بشتق القاف عادي على القوانين اللي اخذناها وبشتق لها. هاي خلصت ايش؟ اشتقاق كل واحدة منهم. بعدين بطبق القانون، بقول قاف من بعدها الكل فتحة لسين يساوي قاف فتحة لها السين في ها فتحة للسين. يلا خلينا نطبق عليه. شو بقول؟ بنقول قاف فتحة شو ها السين؟ نرجع لها السين، ها السين اللي هي جيب سين، لجيب السين في ها فتحة السين اللي هي جتا سين. شو يعني قاف فتحة لجيب السين؟ يعني روح على قاف فتحة، روح على قاف فتحة شيل كل سين وحط مكانها جيب سين، شيل كل سين وحط مكانها جيب سين. شو بتصير؟ بصير اثنين جيب سين زائد خمسة، أيوة، في جتا سين. جتا سين. فك القوس إذا بدك، بصير اثنين جيب سين جتا سين زائد خمسة جتا سين، اللي هو نفس الجواب اللي طلعناه قبل شوي. إذن هاي الصورة، هاي الصورة الثانية للاشتقاق. الصورة الأولى إني أنا أركبهن وأشتق،
الصورة الثانية إني أطلع قانون. هذا قانون الاشتقاق تاع تركيب اقترانين. طيب في صورة ثالثة له، في شكل ثالث لقاعدة السلسلة، كلهن مزبوطات. احنا بنستخدم يعني انت لما بيجيك السؤال حسب طبيعة السؤال بتستخدم قاعدته المناسبة. يعني اذا كان قافها معطيات زي هيك بشتغل عليهم بهاي الطريقة، اذا مش معطيات زي هيك بشتغل على اللي هو نزل الأس وطرح من الأس واحد اللي اخذناها زمان، واذا معطوطة بالصورة الثالثة اللي هسه بتحكيها طلع كيف راح اكتبها. هون راح اكتب انه مثلا صاد، انا بدي شو بدي، بدي قاف من بعدها من بعدها، كويس. فانا بدي اعتبر اللي هي الجيب سين هي عين مثلا، هي الداخليه عين هي جيب سين، وصاد هي عباره عن ايش، عين تربيع زائد خمسة عين. هاي بسموها معادلات وسيطية. كيف يعني هاي؟ افهم شو اللي سويته بالضبط. أنا مين اللي محطوط جوا عمر؟ الهاء. الهاء. إذا بحط هاء بسميها عين أو نون أو لام، أي شيء سميه اسم يعني. كويس. وبرجع على الاقتران البراني اللي هو قاف، ببدل كل سين مكانها بحط مكانها عين. أو لام حسب ما تسمي. هذول بيسموهن معادلات وسيطية في الرياضيات. طلع هون كيف يجي بنشتق؟ بنشتق هون دال صاد على دال عين. يعني مشتق بالنسبة لعين هون، اشتقاق عادي. بيطلع اثنين عين زائد خمسة. خلصنا من الأولى. بشتق هون عين كأنها اقتران يعني، بالنسبة لسين. بيطلع جتا سين. اشتقيت صاد بالنسبة لعين. اشتقيت عين بالنسبة لسين. طبعا أنا لما يجيني المسألة بهاي الطريقة ما بعمل هذا الأسلوب، هذا المثال الثالث ما بعمله. بعد شو بشتغل؟ بشتغل على هذا القانون أسلي. لكن هذا الصورة وهاي النمط تلاقيه هو بالسؤال من البداية معطيك مثلا صاد تساوي هيك، عين تساوي هيك، وشو بقول لك؟ جد دال صاد عدال سين. فشو بتعمل أنت؟ بتجيب دال صاد عدال عين، دال عين عدال سين، وبعدين بتكتب القاعدة تبعتها القانون اللي هو دال صاد على دال سين يساوي دال صاد على دال عين ضرب دال عين على دال سين. هذا القانون تاعنا. بتروح تكتب يلا ايش هي دال صاد على دال عين؟ اللي هي 2 عين زائد 5. وش هي دال عين على دال سين؟ اللي هي جتا سين. الان استبدل العين، رجع عين لاصلها. عين شو هي اصلا؟ جيب سين. اذا هي عباره عن 2 جيب سين زائد خمسة في جتا سين، اللي هو نفس الحل اللي حليناه قبل شوي. إذا خلينا نعيد هيك نلخص على السريع. قاعدة السلسلة لها ثلاث أشكال. أنا لازم أعرف الثلاث أشكال كيف أتعامل معها. الآن أنا وش شكل بدي أستخدم حسب طبيعة السؤال. نأخذ أمثلة بتيجي أوضح الأمور. أعطيتك هيك صاد تساوي سين تربيع زائد واحد الكل أس سبعة. قلت لك جد دال صاد على دال سين. الحل، شوف أنا هون ما بقعد أفكر قبل شوي زي قبل شوي أفرض عين وأعمل عين وشي، بعدين راح أحلها بهاي الطريقة بس عشان أوريك إنه تنحل. لكن هاي أسهل إلها إني أعمل هيك على طول، دال صاد على دال سين. هلأ أخذناه مبارح، نزل الأس، نزلنا الأس ستة، الأس واحد، افتح قوس اشتق ما داخل القوس، خلصت خلاص نحل السؤال. ممكن أطلع عليها بطريقة ثانية يا عمر، أجي أفرض إنه صاد تساوي عين أس سبعة. شو هي عين؟ فرضت الجوانية، هاي شايفها هاي الجوانية هي اللي فرضتها عين، حطيت عين هي سين تربيع زائد واحد، اشتق دال صاد على دال عين شو بتساوي؟ سبعة عين أس ستة. اشتق دال عين عدال سين. صعب هذا الحكي اللي بحكيه ولا سهل؟ اثنين سين. اثنين سين. بعدين شو بعمل؟ دال صاد على دال سين بيساوي دال صاد على دال عين ضرب دال عين على دال سين. محل دال صاد عدال عين بكتب سبعة
عين أس 6 ضرب 2 سين. اللي بنقدر نكتبها 14 عين أس 6 سين. رجع عين لأصلها، عين شو هي؟ سين تربيع زائد واحد. إذن بكتب 14 بفتح قوس سين تربيع زائد واحد الكل أس 6 مضروبة في سين. نكتبها بطريقة أحلى من هيك، 14 سين في سين تربيع زائد واحد الكل أس 6، اللي هو نفس الجواب اللي أنا طلعته هون. هذا لو تزبطوا شوية، 7 في 2 14، 14 سين في سين تربيع زائد واحد أس 6، إذا نفس الجواب بقدر أحله. طب أنا أحل بالطريقتين ولا أحل بطريقة واحدة؟ شو رأيك؟ لازم أعرف كل الطرق بحل، لازم أعرف كل الطرق وبحله بوحدة. طبعا بتحل بأني واحدة؟ الأسهل اللي بتيجي مباشرة. يلا سؤال ثاني، بعطيك قاف سين بيساوي سين تربيع، ومعطيك ها فتحة سين، مش معطيك ها سين، معطيك ها فتحة سين لا هي مش ها فتحة سين، يا سين لازم ها سين، هاي غلط الكتاب مكتوب غلط، هاي ها سين بتساوي 4 سين زائد 1، وقال لك جد قاف من بعدها الكل فتحة لسين. الحل أنا ما بشغل حالي أركب ومركبش، بجيب قاف فتحة سين 2 سين ها فتحة سين بتساوي 4، بعدين بقول قاف، بكتب القانون قاف من بعدها الكل فتحة لسين تساوي قاف فتحة لهاء السين في ها فتحة للسين، وببدأ أطبق ها فتحة 4، هاي كتبت 4 شو بديت بأسأل واحدة، بعدين بقول قاف فتحة لهاء السين، طب وين هاء السين؟ اللي 4 سين زائد 1 4 سين. شو يعني قاف فتحة لي 4 سين زائد 1؟ يعني ارجع لقاف، لقاف فتحة أسف، ارجع لقاف فتحة، شيل كل سين وحط مكانها هاي، شيل مكان السين حط هذه، شو بتطلع معك؟ 2 افتح قوس 4 سين زائد 1 في 4، اختصرها تطلع 8 في 4 سين زائد 1 ويساوي 32 سين زائد 8، خلصت المسألة. صعب الحكي؟ لا. طيب كمان واحدة، معطيك ها سين يساوي جتا سين، بدي بك عمر ذول لازم تحفظ كويس انت، جتا سين تربيع، وقولك جد ها فتحة سين، يلا زي مبارح، يلا جاوبني هاي، بتقول ها فتحة سين تساوي شو مشتقة الجيب؟ عفوا الجتا سالب جيب سين تربيع، ما خلصنا ضرب 2 سين، نكتبها نبسطها بشكل أحلى من هيك، سالب 2 سين جيب سين تربيع، تنساش إنه السين تربيع هاي زاوية للجيب أو زاوية للجتا، في المرحلة الأولى بالاشتقاق ما بنغيرها، بتظل الزاوية زي ما هي. يلا واحدة ثانية، صاد تساوي فتحنا قوس سين تربيع ناقص سين زائد واحد الكل أس 20 جد دال صاد على دال سين. الحل دال صاد يساوي، يلا نقلني هاي بنفرض فيها، تفرضش نزل الأس افتح قوس اكتب اللي جوا زي ما هو أس 19 في مشتقة ما داخل القوس، أسهل بقدر أشتغلها على الفرض، بقول إنه صاد بتساوي عين أس 20 وعين بتساوي سين تربيع ناقص سين زائد واحد، يعني الجوانية كده فرضت عين واللي هاي كلياتها هيك عملتها كأنها أس 20، دال صاد على دال عين بساوي 20 عين أس 19 ودال عين على دال سين بساوي 2 سين ناقص واحد، بعدين بقول دال صاد على دال سين يساوي دال صاد على دال عين ضرب دال عين على دال سين، يعني 20 عين أس 19
ضرب 2 سين ناقص 1، رجع عين لأصلها، عين هيها يقول 20، افتح قوس سين تربيع ناقص سين زاد 1 الكل أس 19 في 2 سين ناقص 1. أي خلصت، وصلت؟ بس طبعا الأولى أسهل، يعني ليش أنا أروح على شو اسمه على الصعب وفي إشي سهل؟ عرفت؟ صاد تساوي سين تكعيب ناقص 2 سين الكل أس 4 جد دال صاد عدال سين. يلا الحل سريع، بنزل الأس بتصير 4 سين تكعيب ناقص 2 سين أس 3 ضرب مشتق 3 سين تربيع ناقص 2. واحدة ثانية، مسألة ثانية، قاف سين تساوي سين تربيع زائد 5 وها سين تساوي 1 على سين جد قاف من بعدها الكل فتحة لسين، أو بكتبوها بطريقة ثانية يا عمر بقولوا قاف من بعدها هيك فتحة، شو بنقول؟ طيب بنجيب قاف فتحة بالأول. هون بنستخدم القانون، القانون يلا 2 سين وها فتحة سين سالب 1 على سين تربيع، هاي امبارح أخذناها صح؟ بعدين بنقول من بعدها الكل فتحة لسين بتساوي قاف فتحة لها السين فيها فتحة السين. كتبت القانون يلا طبق، ها فتحة سالب 1 على سين تربيع ضرب قاف فتحة لها السين، وين ها السين؟ 1 على سين، ها سين هي 1 على سين، هيها شو بنسوي يا سعيات؟ بناخذ الواحد على سين بنروح ندور على قاف فتحة اللي هي هيها، نشيل كل سين ونحط مكانها واحد على سين، شو بتصير عندك هون؟ بتصير 2 ضرب 1 على سين زائد سالب 1 على سين تربيع، نبسط الأمور 2 على سين ناقص 1 على سين تربيع، انتهى الحل. طبعا يا عمر إذا اختلف يعني قاف من بعدها ما بعطيك نفس ها من بعد قاف. طب سؤال، تقدر تكتب لي القانون يقول لك ها من بعد قاف الكل فتحة لسين، كيف يكون شكل القانون؟ ها من بعد قاف الكل فتحة لسين، يعني عكستها أنا، بدل ما هي ها من قاف من بعدها حط لك ها من بعد قاف، كيف بنكتب القانون؟ ها فتحة لسين في قاف فتحة السين، هيك بصير القانون. طيب وريني شطارتك بهاي، قاف من بعد قاف الكل فتحة لسين، شو القانون بصير؟ القانون بصير نفس القانون، قاف فتحة لقاف السين في قاف فتحة لسين، ها من بعدها فتحة للسين شو بيساوي؟ بيساوي ها فتحة للسين قاف ها فتحة للسين، يعني دائما هذا الثاني اللي يكون هنا بالأول بنحط جوه هون وبنحط مشتقته برا. طب وريني شطارتك كيف هاي، قاف فتحة من بعدها الكل فتحة للسين، شو بيكون القانون؟ احنا بنعمل هيك عشان بس نعلمك على القانون. الو ايوه معك، شو نعمل؟ احنا بناخذ الاولاني هذا اللي هون مكتوب على اليمين، بنقول بنجيب نشتقه بصير قاف فتحتين لمين؟ للجواني اللي هو ها سين في مشتقة الاول اللي هو فها فتحة سين، هيك بكون شكله. هذول ترى مش حفظ يا عمر، هذول فهم للقانون، يعني تفهم ايش معنى القانون. مرة ثانية احنا شو بنسوي بالضبط؟ شو بنسوي بالضبط؟ القوانين تبعت مثلا اذا غيرت بين ها وقاف حطيت قاف بالاول او ها بالاول كيف بكون شكل القانون؟ يعني خلاص احفظ القاعدة، افهم القاعدة، احنا بنشتق الاولاني ها
اللي بيكون مكتوب باليمين ايش ما كان مكتوب بنشتقه وبنعوض مكان كل سين فيه بها اللي هو الثاني. بعدين بنشتق الثاني او اللي هو على اليسار، واش نقول الثاني اللي على اليسار احسن، بس عشان اذا جاك صيغ زي هيك ما تتلخبط. طيب سؤال ثاني يقول لك اذا كان صاد يساوي بين قوسين ظل سين زائد قاطع سين الكل أس نون، كويس؟ بين أن أثبت أن دال صاد على دال سين يساوي نون في صاد في قاطع سين. الحل شو نعمل؟ بتنزل نون لتحت. كيف دال صاد دال سين عادي نحلها كمسألة عادية، نزلنا الأس اكتب تصير امشي على القاعدة على طول. نون ناقص واحد في مشتقة ما داخل القوس، شو مشتقة الظل؟ قاطع تربيع سين. شو مشتقة القاطع؟ قاطع سين ظل سين. انا حافظن عشان حافظن بسرعة بكتب. هسه بدك يا عمر توصل لي هذا المنظر اللي وصلناه هون، خلص خلصنا الاشتقاق بدنا يصير زي الفوقاني هذا. بالضبط نون هيها نون طلعناها. صاد شو هي صاد؟ صاد اللي هي الأصلية هاي. طيب خلنا نظبط هنا، نأخذ قاف مثلا قاطع عامل مشترك، شو رأيك؟ الحركات إن أخذ قاطع عامل مشترك أحلل أستخدم متطابقة هاي لك أنت بك تشغل مخك عاد كيف تسوي. فلو أخذنا قاطع عامل مشترك قاطع سين عامل مشترك شو بيضل عندي؟ بيضل قاطع سين زائد ظل سين، هاي كأنها أس واحد. طب طلع هون ما هي هاي قاطع سين زائد ظل سين وهاي قاطع سين زائد ظل سين، صحيح مقلوبات بهو جمع تبديلي ما بفرق، مش بنجمع الأسس على هذول المقدارين يا عمر، مش بنجمع الأسس تصير نون. أيوة فبتصير نون في ظل سين زائد قاطع سين الكل أس نون في قاطع سين. تبي أنا عيني على هاي بدي أوصل لهاي، نون هيها نون طلعت، قاطع سين هي طلع شو ظل؟ ظل اكتب صاد. طب ما هي صاد هي ظل سين زائد قاطع سين الكل أس. إذن عبارة عن نون في صاد في قاطع سين وهو المطلوب إثباته. امتحانات التوجيه السابقة ترى وصلت مثل لك بجيب لك إثبت إنه يصل إنه الشكل بيطلع هيك، فأنت بدك تقعد تسوي فيها توصلها للشكل اللي هم طالبينه. يلا واحدة ثانية، صاد بيساوي قتا تكعيب سين جد دال صاد على دال سين. الحل دال صاد على دال سين يساوي بننزل الأس نكتب القتا زي ما هي والزاوية زي ما هي بس هون تربيع، بننزل من أس واحد نقص من أس واحد ضرب مشتقة ما داخل القوس اللي هي قتا. شو مشتقة القتا؟ سالب ضتا تربيع سين ضرب مشتقة الزاوية اللي هي واحد، فيش داعي نكتب الواحد بس، فخلاص هيك انحلت المسألة. فبصير الجواب سالب ثلاث قتا تربيع سين في ضتا تربيع سين، انتهت المسألة. مش طالب مني أثبت لإشي أو أوصل لشكل معين، فأنا بتركها زي ما هي زي ما طلعت معي. واحدة ثانية، صاد تساوي ظل سين ظل سين تربيع زائد واحد. يلا دال صاد على دال سين شو بتساوي؟ شو مشتقة الظل؟ قاطع تربيع. في مشتقة الزاوية اللي هي اثنين سين اكتبها، المفروض انه هاي تنكتب على اليمين يعني مشان ما نخربطش نفكر انها ايش، نفكر انها طالعة يعني انه هاي اثنين سين مضروبة في سين تربيع زائد واحد يعني مضروبة فيها لانه هاي زاوية القاطع، فما بصير انك تضربها فيها. تقدر تحلها على الفرض هذاك اللي كنا نحكيه قبل شوي. طيب مثال ثاني، سؤال ثاني بيقول اذا كان ها اقترانا قابل الاشتقاق عند سين وكان صاد يساوي
جتا ها سين طلع ها لسين صاد يساوي جتا ها لسين أثبت أن دال صاد على دال سين يساوي سالب ها فتح سين في جيب ها السين هيك الحل اشتق انت عادي اشتقاق عادي انسى اللي الصورة اللي بدي اوصل لك اياها انت اشتقها كأنك بتحلها بمسألة عادية شو مشتقة الجتا سالب ناقص جيب سين الزاوية ما تقولش السين ناقص الزاوية الزاوية ها سين نكتب ها سين في مشتقة الها اللي هي فتحة سين طيب طلع مو هذا نفس المنظر ولا مش نفس المنظر خلص حلينا خلصنا إذن هي عبارة عن سالب ها فتحة سين في جيب ها السين سؤال تافه يعني بس هو بس إنه يعني استخدم رموز يعني بس عشان ما تتلخبطش بالرموز واحدة ثانية لو أعطيتك أنا قاف سين في إبراهيم في الكتاب عمر اطلع عليهن اللي على الدرس هذا اطلع عليهن شايف كيف؟ إنه كيف بثبتوا بفرضوا يعني بفرضوا اللي بجواني عين يعني كل فكرة البرهان هنا زي اللي بدينا فيها إنك بتفرض عين يعني أنا مثلا بدي أحل هاي بفرض إنه عين هي اثنين سين وصاد هي جيب عين هيك يعني فكرة البرهان دائما هون شغالة على إن نعمل معادلات وسيطية بس لما يقول لك اشتق وخلاص عادي اشتق على طول يلا اشتق اشوف جيب اثنين سين شو مشتقتها جيب اثنين سين جتا ايوه اثنين خطأ جتا الاثنين الزاوية ما بتتغير يا عمر ضرب مشتقة الزاوية هيك مشتقتها يلا كمان واحدة قاف سين تساوي سين تكعيب ناقص ثلاثة سين تربيع زائد سبعة أس ثمانية يلا قاف فتحة سين شو بتساوي يلا نقلني بتنزل الثمانية بتصير ثمانية سين تكعيب ناقص ثلاث سين تربيع زائد سبعة كلها أس سبعة أيوة إذا بتستقلها بتصير ثلاث سين تربيع ناقص ست سين بس خلصت خلصت المسألة كلها يلا كمان واحدة قاف سين يساوي ظل خمس سين تربيع يلا اشتقل لي إياها أشوف ايش مشتقة الظل؟ ظل 50 تربيع طيب الظل استنى مشتقة الظل قاطع تربيع هاي اللي حافظه انا طيب تصير قاطع تربيع شو اكتب؟ قاطع تربيع في خمسة نعم مشتقة الظل قاطع تربيع اكتب قاطع تربيع الزاوية بتظلها زاوية مشتقة الزاوية قديش؟ عشرة سين عشرة سين اكتبها دائما على اليمين الزاوية دائما اكتبها على اليمين كمان واحدة زي هاي يلا سين بتساوي قتا سبعة سين تربيع يلا اعطيني قاف فتحة شو بتساوي شو مشتقة القتا مشتقة القتا سين تربيع قتا ضتا ضتا سالب شوف سالب قتا ضتا شو اكتب قدام القتا وشو اكتب قدام الضتا تربيع زي ما هي بعدين بشتق الزاويه 7 سين تربيع شو مشتقتها 14 14 مشافك مش فاهمها هاي كمان واحدة قاف سين يساوي
مثلا جيب 7 سين تكعيب، يلا اشتقل لي اياها اشوف. قاف فتحه سين شو بتساوي؟ بتصير سالب جتا 7 سين تكعيب سالب الجتا مشتقتها الجيب مشتقتها جتا دون سالب. سبع جتا 7 سين تكعيب كامل جتا بنكتبها، وهون على اليمين شو بكتب؟ مشتقة الزاوية 21 سين تربيع. طيب كمان واحدة قاف سين تساوي قاطع 4 سين تكعيب، يلا اشتقل لي اياها. طيب انا بغشك مشتقة القاطع، قاطع ظل قاطع 4 سين تكعيب، نكتب الزوايا، نكتب لكل واحدة الزاوية تبعتها 4 سين تكعيب، يعني هون الزاوية ما بتتغير بتظلها زي ما هي، وهون 4 سين تكعيب. مشتقة الزاوية دائما اتعود اكتبها عمر على اليمين يا ضرب يعني. يلا شو مشتقة 12 سين تربيع. طيب كمان واحدة اعطيتك قاف سين تساوي جيب أس 3 5 سين، هاي اللي علمتك اياها امبارح قلت لك هيك بتكتبها 5 سين الكل أس 3 هيك. يلا قاف فتحة شو بتساوي؟ بتنزل الثلاث، بتصير الثلاثة جيب 5 سين الكل تربيع، المشتقة تبعتها مشتقة مين؟ انت هسه شو اللي سويته عمر؟ نزلت الاس طرحت من اس واحد. شو شايف قدامك اول شيء صادفك؟ الجيب. شو مشتقة الجيب؟ جتا. جتا 5 سين. شفت كيف الدرجات؟ فهلا بنيجي نكتبها بتصير هيك 15 جتا 5 سين في جيب تربيع 5 سين. هيك كتبنا. هذا التبسيط تاعها. بدها تعويد هاي، بس انك بدك تاخذ هيك ايدك تاخذ عليهن شويه. مش صعبات بس بدهن شويه تركيز. طيب اللي بعديها بقول لك اذا كان قاف قابلا للاشتقاق وكان قاف، طلع السؤال هذا جديد عليك. 2 سين يساوي 3 سين تربيع زائد 8 سين. فجد قاف فتحة الاثنين الحل. شوف احنا متعودين دائما المناظر اللي مثل هاي انه يكون قاف سين، بس هالمره طلع شو كاتب لك؟ قاف اثنين سين. الفكره هون ببساطه عمر، بشتق الطرف اليمين لحاله وبشتق الطرف اليسار لحاله. اشتقاق الطرف اليسار سهل، 6 سين زائد 8. مشتقة هاي وينها؟ 6 سين زائد 8 ما فيها شيء. اشتق على اليمين، احكي لي على اليمين. بقول طلع كيف؟ قاف فتحة لاثنين السين في مشتقة ما داخل القوس. طلع كيف كتبتها؟ مرة ثانية قلت ايش مشتقة القاف؟ قاف فتحة، ونكتب اللي جوا زي ما هو ضرب مشتقة اللي بالداخل. شو مشتقة اللي بالداخل؟ اثنين. الآن هو بده اثنين، يعني هون بده اياها هاي تكون اثنين، هاي تكون اثنين، تيجي على جانب هيك بتقول اثنين سين تساوي اثنين، يعني سين شو بتساوي؟ واحد، يعني بتعوض مكان كل سين بواحد. عوض مكان كل سين بواحد، شو بتصير هون؟ قاف فتحة الاثنين في اثنين يساوي ستة في واحد زائد ثمانية، أنا بعوض بس محل سين بواحد. فبصير عندك هون قاف فتحة الاثنين ضرب الاثنين يساوي 14. إذا قاف فتحة الاثنين تساوي 14 تقسيم 2 ويساوي 7. يعني الفكرة هنا ببساطة إني أنا اشتقيت القاف 2 سين، إن قاف فتحة 2 سين في مشتقة ما داخل القوس. بعدين أخذت اللي جوا هذا وسويته بالقيمة اللي هو طالبها. طلعت قيمة سين اللي لازم أعوض فيها. كمان مثال زي هذا. دير بالك ترى هذا اللي بيجي في الامتحانات، هاي الأسئلة بتيجي في الامتحانات أكثر. بقول لك إذا كان صاد يساوي قاف ل سين تكعيب زائد سين،
كويس. وكان السالب 10 يساوي 7. دال صاد على دال سين عندما سين تساوي سالب 2. الحل بجيب دال صاد على دال سين اشتق عادي. يلا كيف بدي اشتقها؟ اول وحده بشتقها هي قاف ل سين تكعيب زائد سين. شو مشتقة القاف؟ قاف فتحة. وبنكتب اللي هون زي ما هي ضرب مشتقة ما داخل القوس. ثلاث سين زادوا. هسا شو بده يعني أعوض مكان سين بقديش؟ بسالب اثنين. يعني أعوض مكان سين بقديش؟ بسالب اثنين. وركاتب هيك دال صاد على دال سين عندما سين تساوي سالب اثنين تساوي قاف فتحة. يلا عوض مكان سين سالب اثنين شو قديش بطلع معاك اللي جوا القوس هون؟ سالب ثمانية زائد سالب اثنين يعني سالب عشرة. ممتاز. ضرب عوض هون بسالب اثنين أشوف أربعة اثناش ثلاثة عشر. إذا الجواب عبارة عن 13 ضرب قاف فتحة السالب 10. طب ما هي قاف فتحة السالب 10 هي 7. 7 في 3 21 هاي 91. خلصت المسألة. وصلت كيف الفكرة؟ يعني بس إنه عندك اقتران مركب جوا اقتران تشتق اللي برا بعدين تشتق اللي جوا. كمان واحد قاف سين تربيع أو سين تكعيب هاي سين تكعيب خليها عشان أكبر شوي تساوي واحد على سين. كويس. جد قاف فتحة الثمانية الحل. يلا احكي. طيب مشتقة الأول اللي هي واحد على سين بتصير سالب واحد على سين تربيع. حافظينها. يلا اللي على اليمين أول إشي بتكتبه زي ما هي قاف فتحة سين تكعيب. نكتب قاف فتحة مش زي ما هي بكتبنا قاف فتحة اللي جوا زي ما هو بس ضرب بدأ ضرب ثلاث سين تربيع. كم عوض محل سين؟ ما حكى لي هو تعوض محل سين ما قال لي عند سين تساوي. انتبه هو بقول لي بدي قاف فتحة الثمانية يعني بده مكان هاي أشوف ثمانية يعني بده السين تكعيب تساوي. هاي على جانب بعملها. هسه لو حكى لي عمر عند سين تساوي اثنين مثلا بعوض مكان كل سين اثنين لكن ما حكى ليش شو بعمل. انا بطلع السين فبقارن بقول هو بده قاف فتحه الثمانيه ما هاي زي هاي يعني بروح بدور على الشيء اللي فيه قاف فتحه بقول السين تكعيب لازم تكون ثمانيه اذا سين اثنين اذا عوض باثنين يصير قاف فتحة الثمانية أربعة في ثلاثة اتناش تساوي ناقص واحد على أربعة. وبنعمل الحسبة قاف فتحة ثمانية تساوي سالب واحد على أربعة ضرب واحد على اتناش ويساوي سالب واحد على ثمانية وأربعين. قصة المسألة. صعب هذا الحكي ولا سهل؟ لا سهل. بده تدريب. آخر نوع من الأمثلة بس نسكر الموضوع يعني يصير بسيط. نأخذ كم مثال اللي هو أسئلة الكتاب اللي بالتمارين والمسائل سؤال 6 و7 و8 بدنا نحلين بنوقف. بقول لك جد دال صاد على دال سين حيث صاد تساوي ظل عين. هو هيك معطيني السؤال يا عمر ظل عين وعين بتساوي 4 سين تكعيب زائد سين. بدي أنا أطلع دال صاد على دال سين شو بعمل؟ بقول له دال صاد على دال عين أنا لحالي بسوي هيك بساوي قاطع مشتقة الظل قاطع تربيع ودال عين على دال سين بتساوي 12 سين تربيع زائد واحد. بعدين بقول دال صاد على دال سين على القانون اللي أخذناه عليها تاع معادلات الوسيطية اللي هو هيك دال صاد على دال عين ضرب دال عين على دال سين ويساوي قاطع تربيع عين لأنه هاي دال صاد على دال عين اللي هو قاطع تربيع عين ضرب
بين قوسين 12 سين تربيع زائد ضايل بس على الخطوة واحدة أرجع. إذا قاطع تربيع مكان عين بدي أكتب 4 سين تكعيب زائد سين في 12 سين تربيع زائد واحد. خلصت المسألة يعني بسيطات هني. واحدة ثانية صاد تساوي ميم تربيع زائد 3 ميم، ميم تساوي سين تكعيب ناقص 4. بدي أنا أطلع دال صاد عدال سين، شو بعمل؟ بقول دال صاد عدال ميم مشتقة هاي الأولى لحالها 2 ميم زائد 3، وبعدين بجيب دال ميم عدال سين اللي هي 3 سين تربيع، بعدين بضربهم في بعض دال صاد على دال سين، مش دال ميم، دال سين يساوي دال صاد على دال ميم ضرب دال ميم على دال سين. يعني شو بسوي؟ بضرب هذول في بعض بس، فبتصير 2 ميم زائد 3 في 3 سين تربيع. طب ميم اصلا شو بتساوي؟ هيا سين تكعيب ناقص 4 سين تكعيب. يلا اذا 2 في سين تكعيب ناقص 4 زائد 3 في 3 سين تربيع. هسه هيك انا خلصت اشتقاق. بضل اذا بدك تبسط فك اقواس جمع بس هيك، مش شغلة عظيمة يعني. طيب واحدة يقول لك إذا كان صاد يساوي جتا بين قوسين سين زائد باي اثنين، كويس، أثبت أن صاد زائد صاد فتحتين يساوي صفر. يلا طيب بطلع صاد وبطلع صاد فتحتين وبجمعهم زاوية زي ما هي، في مشتقة الزاوية في واحد، مزبوط؟ طيب جيب صاد فتحتين بتساوي سالب جتا، والزاوية زي ما هي في مشتقة الزاوية، مشتقة الزاوية كمان في واحد، إذا صاد فتحتين هي سالب جتا. يلا خل ركب اللي بده إياها السيارة. صاد شو أكتب مكان صاد؟ أكتب جتا سين زائد سين زائد باي اثنين، مزبوط، زائد صاد فتحتين شو أكتب مكان ناقص جتا ناقص جتا سين زائد باي اثنين، طلع الجواب صفر. صفر. واحدة ثانية، هذولا ترى في منهم أسئلة صعبة، أنا مش قاعد بجيب لك هسه أسئلة صعبة، بس بالأول بدي إياك تعرف الأشياء الأساسية، تحفظ المتطابقات، تحفظ القوانين، تعرف تشتق الأشياء السهلة بالأول، بعدين بنروح على الأسئلة الصعبة. برهن أن دال صاد على دال سين، هذا سؤال امتحانات يا عمر. يلا الحل، دال صاد على دال سين شو نعمل؟ طيب بطلع مشتقة، شو مشتقة الظل؟ قاطع قاطع تربيع السين واحد، خلاص بكتبش واحد زائد، يلا كده اشتق ثلث ظل تكعيب سين، الثلث بيظل ثلث، بكتب أول شيء ثلث بنزل الثلاث، هاي بكتبها وما تكتبها، خلاص ابنامك عارف اعملها هيك، نزلنا من الأس واحد، نزلنا الأس طرحنا من الأس واحد، لسه ما خلصناش، شو مشتقة الظل؟ قاطع تربيع سين، في مشتقة سين اللي هي واحد، بكتبوش واحد، خلينا نختصر، الثلاث مع الثلاث بتشطب، وبناخذ القاطع تربيع عامل مشترك، ايش رايك؟ عشان نختصر خطوات، شو بصفي عندي؟ واحد زائد ظل تربيع سين، طب واحد تربيع سين يا عمر مش لها متطابقة مشهورة؟ قاطع تربيع سين، طب قاطع تربيع في قاطع تربيع شو بيطلع الجواب؟ انتبه هون استخدام مشهورة، الواحد زائد ظل تربيع يساوي قاطع تربيع، إذا قاطع تربيع في قاطع تربيع يساوي قاطع أس 4. وصلت؟ يعني